أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون لها وقح في التعاملات، في الأسلوب، في الطريقة، في التعامل مع أبنائنا اللي هم صغنانين أو كبار. بنتكلم في هندسة النفوس، مش بنتكلم في هندسة النفوس كلفظة كده فرقعة في الهواء، ولكن النفوس طبقات لها أسس وانت بتبنيها، والبناء بتاعها بيستوعب أي حاجة بعد كده، الظروف، الملابسات، الأحداث، المصائب، الكوارث، الظروف، الأحوال، التغيرات اللي بتحصل في الحياة. وزي ما اتفقنا إن أغلى ما يمكن أن يترك للابن والابنة، وما زلت أقول، هو الدافع النفسي الداخلي. لأن بالدافع النفسي، أو بمعنى أصح بالثقة بالنفس مثلا، بالطموح، برغم إن أنا أكون أفضل، إن أنا أقدر أحل إشكاليات، إن أقدر أتصرف، إن أتحمل مسؤوليات، أقدر أواجه الدنيا واللي فيها، وأبني نفسي من الصغر لحد الكبر، من الصفر لأقصى درجة. النجاح الحقيقي هو نجاح النفوس، بمعنى ممكن أنت تشوفني ملمع، لكن من جوه بيرجع الأمر لإحساسك بنفسك. ممكن تقيم غيرك بأنه واو ما حصلش، لكن حقيقته أنه فرقعة. ممكن حد بفعله يجب كلمات كثيرة، وبالتالي أغلى ما يمكن أن يترك للأبناء صغره أو كبره، تغيرت الأجواء، حامدية ولا معنوية ولا أخلاقية ولا كذا ولا كذا، وجود الدافع عند الإنسان، وجود الحياة، الاستقبال الجيد من غير خوف، من غير خوف، من غير قلق، من غير قلق. أواجه الدنيا واللي فيها، مش هواجهها بماديات فقط، مش هواجهها بعربيات فقط، بشقق فقط، ولكن بالتكوين الشخصي، هو ده اللي يفرق. عشان كده يبقى العامل الشخصي هو المقاوم الرئيسي للبشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الاتنين جوه. ايه بقى اللي هتبرزه انت كأب وكأم، كمربي موجه؟ ايه اللي هتطلعه من جوه الولد او البنوتة؟ الكنوز اللي هتطلعها، ولد مهزوز ولا ولد واثق؟ تلاقي الواد المهزوز مش في وسط الصف، في اخر الصف وبيتدارى، بيبقى تابع، مش زي ده في وسط الفصل وفي وسط الصف ويبقى ليدر قوي، قائد. حتى لو اختلف مع اصحابه، مش معنى اصحابي معناها ان اقول لهم حاضر ونعم، معناها ان ليا راي ولكم راي، هتخرجوا الخروجه دي اخرجوا انتوا، انا مش خارج، هروح حته الفلانيه، هتعملوا الحاجه دي انا هعمل غيرها. دي امثله حيه، دي ناس لها وجود في الحياه. لكن الشخص اللي غير واثق في ذاته وفي نفسه، والشاب اللي هو بيتقال له يمين شمال، اللي بيمشي ورا القطيع، طبعا بالقطع ده بلا حياة،
لأن قراره عمره ما كان بإرادته، عمره ما كان بتاعه. اللي غير واثق في نفسه أب وأم وبيئة كحتت فيه وهزته وتهز معاها وتجرف، وبقى شخصية ماما ألبس إيه ملبس إيه، ودي أولى العلامات. أعمل إيه وما أعملش إيه، ودي أولى العلامات. تعالي ذكري لي، ودي تاني العلامات. طب أصدقائي يبقوا عاملين إزاي، أصحابي كذا، تعالي وصليني لكذا، ودي علامات. أما تحصل مشكلة في المدرسة ما يرجعش يقولها، ليه؟ خايف من رد الفعل اللي تثق. أما يتقال له عملت يقول لك لا ما عملتش، لأني مش واثق في نفسي، وبالتالي أنا خايف من رد فعل بابا وماما، فمش أقول الحقيقة، أبتدي أكذب. مش واثق في نفسي أعمل حاجة من وراك، ما أعملهاش قدامك، أقول من وراك ما أقولش قدامك. أنتوا مدركين وضعش الطفل ده او الشاب ده او الزوج ده او الاب ده في المستقبل هيبقى عامل ازاي؟ طب مصائر اللي حواليه وابعاد اللي حواليه، وتخيل لو واثق بيقدر ياخد قرارات، بيقدر يفرق ما بين الصح والغلط، بيقدر يقول انا غلطت او ما غلطتش، بيقدر يعتذر يوم ما بيغلط. ما يرغمش على شيء، عارف المصلحة وبيتجه لها. ده إنسان حي هيحيي كل النفوس المحيطة. أم تبقى الأم والأب مهزوزين، أولادهم بيطلعوا مهزوزين مترددين. أما أولادهم يطلعوا بيقلقوا بيخافوا بيفكروا كتير بيحسبوا 100,000 حساب للخطوة، تأكد تماما إن البيئة متوترة داخليا. مش شرط بابا وماما، ممكن يكون قلق مرضي أو كئيب مرضي أو حتى عصبي، ممكن يكون بابا وماما مش على وفاق. ثانية واحدة، مش بابا وماما الزوج والزوجة، مش كده؟ في فرق ما بين زوج وزوجة مش متوافقين، لكن يبقوا أم وأب متوافقين؟ ممكن. ممكن يبقى زوج وزوجة بيقطعوا في بعض، وأب وأم بيقطعوا في بعض. الحصيلة إن إحنا بنخلط ما بين كوني زوج وأب، وما بين الزوجة والأم، وبالتالي مصائر الأولاد توجع القلب. ليه توجع القلب؟ لأن باخدش بالي. أنا واخد بالي كأب، أكلت شربت لبست اشتغلت قمت بواجبي جبت فلوس اللي عاوزينه بجيبه لهم، والأم قائمة على أدوار بيتها، لكن كزوجين مش طايقين بعض، فيبتدي كل واحد يعلق على التاني وتضخم المشكلة، فيبتدي كل واحد يهد اللي قدامه، ويبتدي كل واحد يبان اختلافه قدام أولاده. نهيك عن السلوك العام في التعاملات. طيب الولاد بقى اللي بيتحركوا في الحياة، يوم ما نلاقي اتنين ديوك والكتاكيت بتوعهم بيبصلهم، والديوك بتتعارك
الفرخه والديك بيتخانقوا، الكتاكيت هيحسوا بامان، هيحسوا ان الناس دي مهتمه بيها، مجتمعه عليها، فاهمه ايه القضيه. ممكن الجواز يفقد معانيه، لكن يبقى الاب اب والام ام. عشان كده زمان كانت الامهات بتيجي على نفسها والاباء بييجوا على نفسهم في سبيل انهم ناجحين كاباء وكامهات وما خلطوش. لكن للاسف مفيش حد فينا عاوز يعترف ان زوج مش ناجح او زوجه مش ناجحه، وبالتالي بماطل وابتدي اطلع العيوب في الاخر واقلل من قدره قدام عينين اولاده. يبقى الاولاد دول هيطلعوا ازاي اذا كان بابا المثال والقدوه بالنسبه لي، وماما المثال والقدوه، الزوج ده دور تاني، الزوجه ده دور تاني. اذا كان بابا مش على مستوى المسؤوليه، بابا اللي بيقدر، في طفل يقول لك بابا يقدر يشيلك الهرم ده، بابا يقدر يعمل كل حاجه، بابا ده احلى حاجه في الدنيا. او طفل اخر بيشوف مامته، ماما احن ست في الدنيا، ماما لها حاجات كتيره في قلبي. يا ريت نقدر الوزن ده، يعني معنى كده ان احنا ثقل الميزان عند اولادنا، وبالتالي سلوكياتنا واسلوبنا وطريقتنا وتعاملاتنا هي الاساس في تكوين الشخصيه نفسها بتاعت اولادنا. لو افترضت ان اولادنا ما بيتصرفش عليهم لان احنا فقراء ماديا، لان في فقراء اخلاقيا، اما بنتكلم على البيئه بنتكلم على الاخلاق، ما بنتكلمش على مستوى مادي او معنوي او غيره. المستوى الحقيقي بتاع البشر الاخلاق، المستوى الاخلاقي الحقيقي اصحاب الفضل لهم فضلهم، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني معنى كده الفلوس ملهاش وزن في قضايا التربية بالقطع، وإلا ما كانت عدم عدالة إن طفل يتولد في بيئة فقيرة وبيئة غنية، ويبقى اللي مفروض الغني هو اللي هيبقى أمين والفقير هو اللي هيبقى حرامي لأنه حاسس بحرمان. لكن الواقع بيقول إن أغنى الأغنياء بيسرقوا، خلاص، أجمل الجميلات بتخون، أوسم الرجال بيغدروا. فالقضية مش محسوبة لا بوسامة ولا بماديات ولا بجمال ولا بغيره. دايما يقولك النسب، النسب. الرسول كان بينوه ويقول ايه في حديثه؟ ترقبوا فإن العرق دساس. ايه ده؟ قصده ايه؟ قصده الامراض الوراثيه ولا المجموعه الاخلاقيه؟ قله الاخلاق في التعاملات بين الزوج والزوجه يدفع اولادنا الى قله الثقه، يدفع اولادنا لخارج المنزل، يدفع اولادنا انه ياخدوا كلامنا في وقت من الاوقات، ما يبقاش بابا بابا ماما ماما. عشان كده بنستغرب كتير من اولادنا بيبقوا مختلفين على سن 12-13. فلو طلع في بيئه متدينه يقلب الناحيه التانيه، ولو طلع في بيئه بتزقه في اتجاه بيطلع حاجه تانيه. في امهات واباء كتير يقولوا احنا ده مش ابننا، اللي كان عنده 8 سنين مش ده اللي عنده 12-13-14 سنه.
مش في الجسم، مش في الشكل، في المنظومه. قبل كده كان بيتعب وبيجتهد وبيحاول يذاكر وبيجيب نتائج ويبص في الارض وشه بيحمر، وساعات بيبقى الولد على النقيض. اصحابه، اصدقائه، شويه يعمل زيهم، يتكلم زيهم، يتفاعل زيهم، وينقل الكلام ده في البيت، يقول يا ابني ده مش احنا، فخلي ده بره البيت. يبتدي الولد يعني يطلب مطالب، يوجه توجيهات. فالناس بتستغرب، ما تستغربش، شوف اخلاق التربيه بتاعتك اللي ربيت بيها اولادك ومستوى الأخلاقي بتاعك يطلع إذا كان قلة الثقة أو عدم الثقة. عادة الخلق اللي بيؤدي لقلة الثقة ما عندناش. اللا خلق هو الذي يؤدي لمشاكل كثيرة. لو افترضت إن أنا ما بفرقش، وأهم خلق عندنا انك انت تبقى مميز للاسباب وللدوافع وللنتيجه، ما هو مش كل العيال زرع شيطان، مش كل العيال شمال، مش كل الناس اللي احسنت التربيه اولادهم دخلوا شمال. في اسباب، في معطيات، واللي بيحدد ده بعد ربنا سبحانه وتعالى الأدوات الرئيسية بابا وماما. أنا ما بتكلمش على إن إحنا ندي محاضرات في الصدق والأمانة، ولا بندي محاضرات في حب الإخوات، ولا ندي في محاضرات في فايدة العمل، لكن بندي محاضرات فعلية بين الزوج والزوجة إذا اختلفوا. فبابا وماما في غاية الاحترام، لو حصل بينهم خلاف بيقدروا يفضوه، لكن احنا عندنا الخلافات ممكن توصل لأبشع ما يمكن، والأولاد بيبصوا ويشوفوا، وهم بيقولوا هم دول المسؤولين عننا. هو ده المستوى اللي المفترض بيحابي علينا، بيخاف علينا. اتنين صوتهم جايب اخر الشارع ومشاكل وقيل وقال، واهل عروسة بتتكلم واهل عريس بيتكلموا، وده بشع وده ما ينفعش وده كذا وده كذا، وياريت كل ده في غرف مغلقة ولكن قدام الاولاد. يبقى إيماني ببابا وماما دول، الجماعة دول شكل، منظر، صورة. يعني يوم ما أحس إن بابا وماما هما الجزيرة اللي بقف عليها أو الأرض، يعني يبقى حاسس بأمان. لكن لو بابا وماما على خلاف مستمر، ونهيك عن الخلاف المستمر، الأسلوب اللذيذ الظريف اللي بيتحدثوا بيه ويتحاوروا فيه أمام أولادهم، ههز ابني، لأني هزيت الثقة ببابا وماما. بابا وماما حبهم موجود جوايا، بس قناعتي بأفكارهم قضية تانية. أنا ما بقتنعش كشاب وكطفل وكابن وكابنة إلا بأفعال بابا وماما. فلو افترضت ان بابا بيتكلم على ان الصلاة دي بتريح، الصلاة دي بتهذب، الصلاة دي بتحطك في 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 كيان اخر، في وضع اخر، وبابا طول النهار يا غبي يا حمار يا بله يا اللي ما عندكش دم، يعني ده احنا بنهزر بالشتايم، بيجي الأب والأم في بعض أوقات وهم قاعدين في وسط العمام والخلان
يطلعوا السلبيات في أولادهم. مش بس كده، ده يقارنوا بين أولاد العمام قدام الأولاد. كل ده إيه؟ كل دي حواجز بتتحط بينك وبين أولادك، فما يقتنعش باللي أنت بتقول بيه. صدق إيه وأنت بتقول أنا مش موجود؟ صدق إيه وأنتوا بتكذبوا على بعض؟ مثل من الأمثلة دايما بقوله، مثل حي بس يوجع القلب، يوجع القلب بغض النظر، من غير مبالغة ولا دراما. بس هو السؤال للمشاهدين، الموقف اللي هقوله ده في النهاية النتيجة بتاعته ايه؟ اما افترض ان في اب وام بيتفقوا على مصلحة اولادهم الصحية، فبيحددوا التكاوي بيوم او يومين في الاسبوع، اما نخرج ومرة في البيت، وماما قاعدة في البيت بتعمل الاكل الصحي لأولاده، وبابا كمان عشان يحفزهم التكاوي اللي عاوز يستمتع بيه هو اللي هيعمل الحاجة الفلانية، والخروجة بتاعتنا لما تبقى ماما راضية عن أدائنا في ترتيب الأوضة مثلا، في ترتيب الهدوم، في مساعدتها، فبنجمع ده وعلى حسب جهدك. فبابا اتفق مع ماما وقال لها احنا عاوزين نعمل نظام، مش هنحرم اولادنا بس هنعلمهم انهم يجتهدوا. ويجي الواد الزلنطحي ده يمسك في ماما ويقول لها انا جعان يا ماما، انا عامله لك النهارده خضار ورز ومعرفش ايه وبتاع والكلام، يا ماما عايز خاطري انا جعان، انا مش عاوز ده، انا هجيب مكرونه من تحت، اجيب سندوتشات كبده، انا هجيب كذا، انا هجيب كذا، طب بص من فلوسي مالكش انت دعوه بقى، خلاص اسكت يا واد، بقول لك ايه، ها انت عارف النظام. فالام بتبقى متماسكه، لكن الام امام اصرار ابنها اللي بتحبه وفاكرة انها بتحبه، نفسها ترضيه ونفسا وفاكرة انها بترضيه كده، فتقول له بص تعرف النظام، النظام هنا احنا متفقين ان النهاردة والاكل بتاعنا العادي فلازم نيجي على نفسنا عشان ناكل، بس يا واد حاضر هجيب لك، بس يا عكروت اوعى تقول لابوك اما يقول لك كلت ايه، بقول لك ايه توه كده، او قول له كلت اكل ماما عشان بابا ما يزعلش. الواد يحس بايه؟ انت احسن ام في الدنيا، انت عجبين المكرونه بتاعتي اللي انا بحبها، انت الغاليه جايبه لي الكبده وسندوتشات والمخ والبتاع، انت الطيبة يا ماما، بابا ده ناشف قوي يا ماما، هو منشف علينا ليه؟ وتنسى الام في زحمة عواطفها مش انها بتكسر قاعدة الاب، انها بتزق اولادها انهم يكذبوا على بابا وتشترك في الكذبة. انت عارف انا جبت لك الاكل ليه؟ عشان بحبك يا واد، ما انا عارف يا ماما، ربنا يسعدك يا حبيبتي. اوعى تقول لابوه، ما ها مش انا رضيتك يا ابني، راضيني ببابا، لما يجي ابوك الله يكرمك حماده الله يسعدك ده بابا، ها انت عارف. ويجي بابا من العمل بالليل للام، ازيك عامله ايه، الاولاد تعشوا ما تعشوش، عملوا ما عملوش، كله تمام والبيت زي الفل يا حبيب قلب انت، والولاد كلوا؟ اه كلوا،
طيب يا ستي، حمادة صحي يشرب ميه من التلاجة بره، بابا قاعد، تعالى يا حمادة هاتي واد سلام يا واد وحضن يا واد. أنا ذاكرت كويس؟ أكلت كويس؟ اتغديت إيه النهاردة؟ فيبص لماما كده ويبص تاني وكأنه بيقول لها أقول له، فماما عينيها سرحت ففهم إن أنا مش هقول له، فقال يا بابا أكلت الأكل بتاع ماما كان جميل قوي، أستأذنك بقى يا بابا عشان إيه؟ أنام. الأب قاعد وبيقول لمراته تسلميلي والله إحنا عملنا نظام في البيت وده شيء جيد، على الأقل يا شيخة الواحد يحس إيه اللي ابنه بياكله وإيه اللي داخل وإيه اللي خارج، وده الجماعة الأمريكان الأكل الجاهز خلى أعلى نسبة سمنة في العالم موجودة فين؟ في أمريكا. تاني حاجة أوروبا. ليه؟ لأنها بيعتمدوا اعتماد كامل في أكلهم على الوجبات السريعة، والحمد لله إن ولادنا كان عندهم ميل للسمنة إحنا مسيطرين على الموقف. فتقول له أنت جوزي وحبيبي ربنا يكرمك. شوية الأب خلص الأكل وقشر البرتقان، فالراجل متعاون فيرمي قشر البرتقان في الباسكت، فبيفتح الباسكت فلقى كياس تكاوي. هو مش قصده يدور بس في كياس كتير كده تكاوي. تخيل، انا تضحك عليا يا رجاله؟ تضحك عليا؟ لا ما تضحكش عليا، انا اتقرطست بس. تعال يا زين. ايوه ابو حماد، ايه ده؟ قالت له العيال بقى، العيال بقى كانوا عاوزين ياكلوا بقى ابو حماده بقى وجبنا لهم، فوتها المره دي. قال لها فوتيها ازاي؟ انت خليتي الولد يكذب واديتي له مبرر. بمعنى ابني بيتعود يكذب علي في اقل الاشياء، امال في اكبرها هيعمل ايه؟ هيجري عليك هتطبطبي عليه تاني؟ انت فاكره ان دي الحنيه؟ انت فاكره ان دي التربيه؟ انت فاكره كده ابنك هيحب والده بتوازن وهيشوف ان هو بيقول له مصلحته؟ انت كده فهمتيه ان معنى العاطفه ان انا ادي وادي وادي لحد ما الواد يفرقع من المديه، ولا ادي بحساب وعلمهم يشدوا على نفسهم عشان الدنيا صعبه والاوضاع صعبه والناس بتتعب عشان توصل، فمش تبقي موجوده طول الوقت في الامتحان عشان تغششيه لو ما ذاكرش كويس، مش تبقي جنبه مع اصحابه يوم ما تتريقوا عليه وما يعرفش يرد، مش تبقي جنبه يوم ما اصحابه يعرضوا عليه السيجاره عشان يشربها او المخدر عشان يشربه، هيجيبك منين؟ دي حالات توجع القلب، دي ام محتاجه انها يعاد صياغتها من جديد. الموقف بسيط معاكم، بس موقف زي موقف زي موقف زي ماما يوم ما تستقبل جارتها، جارتها حبيبتها اللي بتأثر عليها سلبا، فالزوج يقول بلاش جارتنا بتأثر علينا سلبا، كني ما تدخليهاش البيت، بلاش نتعامل معاها لانها بتقلب كيان البيت، بحس انك متغيره
وبحس انك انتي مختلفة وبتحط عندك افكار مش بتاعتنا، وانا حاسس انها بتأثر فين؟ في ولادنا كمان. فلو سمحتي كني عن جارتنا ستي، لو محتاجة حاجة نقوم بيها واجبل ايه الجيرة، لكن ما تتكلميش معاها، ما تدخليهاش البيت. تيجي الجارة تاخد قعدتها، تفطر وشاي وتاخد راحتها، الله، وتاخد الأم وقتها معاها والأولاد رايحين جايين. بعد ما تخرج الجارة تعالوا يا ولاد، يعني تعالوا يا ولاد أقول لكم حاجة، فيكم من يكتم السر فقال الأولاد في بير، الله، وإيه السر؟ جارتنا ما جاتش معانا، ما جاتش النهاردة، ما شفناهاش. إزاي يا ماما ما شفناهاش وهي كانت هنا قاعدة معانا؟ خلاص يا ولاد ما تزعلوش باباكم، ما هو الأولى إنك أنت ما تدخليهاش، بس أنت دخلتيها. خلاص يا ولاد، أما بابا يسأل ما حدش جه زارنا. خلاص بقى، جارتنا دي جاية في احتياج، جاية في حاجة، جاية في سؤال، جاية في أي حاجة. ويجي بابا بالليل عشان يتنسج عليه قصة كبيرة، إيه الأخبار وإيه الأحوال، الدنيا ماشية عاملة إزاي، تمشي إزاي، زي ما تمشي بقى، في جديد، حد زارنا، حد كذا، فيلاقي كوبايات الشاي، كوبايات الشاي موجودة، فيقول حد زارنا بتاع، فالأم تقول له لأ، قلب الراجل، فروح للأولاد ويقول لهم حد زارنا النهاردة، فيبصوا لماما، ماما تبص الناحية التانية، لأ محدش. انت بتعملي ايه كأم؟ جوزك ده قام مكان في العبر، جوزك ده لا يطاق، جوزك ده بريه منه بريه، جوزك ده براوي، جوزك ده ما بيحبش الناس، شوفي اكتر من كده، لكن اللي بتعمليه غلط. اللي بيعمله الزوج يوم ما يقول بلاش دي تخش البيت من وجهة نظر حماية للبيت أو أي سجل من السجلات وعنوان من العناوين، لكن أنتي بفعلك ده، بسلوكك ده، بأسلوبك ده، بطريقتك دي، بتعلمي الأولاد إيه؟ الكذب ده واحد، إن أنا وبابا مش حاجة واحدة، إن الصح ممكن يبقى غلط والغلط يبقى صح. معنى كده الولد يقول لأخوه تعالى يا واد من وراهم نعمل كذا، ونقول لهم ما عملناه، مين كل شوكولاتة؟ ما عرفش، ماليش دعوة. وممكن يتهم أخوه أو أخته ويقول هما، وتستغربي ده طالع منين؟ طالع منا، إحنا اللي زرعنا البذرة الأولى للكذب عند الأولاد. لا أنا ما بكذبش والأب ما بيكذبش حقيقي، بس للأسف زقتوهم على الكذب. ليه؟ بكثرة النقد، توجيه، مش شايفين إنهم أطفال عاوزين تكبروهم بسرعة، تلزموهم بقواعد وقوانين سريعة، يبقى عملت يبقى عملت دون مراعاة للسن. أما يبقى الولد عنده 7 سنين وأخوه 4 سنين يقول للكبير ال7 سنين ده أنت كبير، كدبة كبيرة بنقولها لهم، الله، ينفع؟
لا مينفعش. مينفعش ليه؟ لأنها كدبة كبيرة، لأن 7 سنين ده عيل، فما أقدرش أحمله مسؤوليات الكبير، وما أقدرش أحمله مسؤوليات إلا مسؤوليات سني. وبالتالي الأسلوب الأخلاقي اللي بنتعامل فيه، فين الرفق في التعامل؟ إذا كنت أنا راجل عاوز ولادي كويسين قوي، أو أفضل ما يمكن، أو أحسن ما يمكن، فين التوافق في الصح والغلط؟ لو قعدت أدي ابني في الحالتين دول مواضيع عن الصدق وقصص عن الصدق وقصص عن كذا، ولا هيصدقني. يوم ما بابا يحط حاجة ماما تمد ايديها، ابنها يعمل ايه؟ يمد ايديه. يوم ما ماما تاخد من بابا، وفي نفس الوقت بابا قال ان طقم الاقلام ده مش هيتجاب، التليفون ده مش هيتجاب الا اما يساهم الولد في مصروفه، ومصروفه المفروض يقتطع منه حاجه جزئيا لمده 2-3 أسبوع نعلمه الادخار. اوعي يا زينب تقربي عن الايه؟ على الموضوع. اوعي تساعد الواد، خليه كده يجتهد ويتعب ويحس ان هو لقى حاجه في الاخر. ده احلى مرتب او احلى فلوس او المرتب. ممكن الوالد بيصرف اكتر، الام بتصرف اكتر، باخد مصروف اكتر، لكن المرتب بيبقى له طعم مختلف بالشقة بالتعب. فانا عاوز اعلم ابني ده. فماما الواد يصرف ما يتعلمش، خد يا حبيبي بدل اللي صرفته وقول لبابا انك حوشته. كذب صريح، كذب صريح. ارجع تاني لاول القصه بتاعتي. الحالات اللي توجع القلب وهنتناقش فيها المره الجايه امثله خرجت من اجواء زي كده بمواقف بسيطه زي دي. اتعلم فيها الولد الكذب، اتعلم ان مفيش حاجه اسمها فضيله، ان الاخلاق سلق بيض ملهاش قوام، ان الغايه تبرر الوسائل، الغايه تبرر الوسائل، فعشان ابقى مبسوط ممكن اعمل حاجه غلط، عشان اكل ممكن اسرق، عشان اكل ممكن اكذب، عشان اكل ممكن اداري، عشان اكل ممكن اقول عملت وانا ما عملتش. كل ده بيبني نفوس ويبقر اولادنا. عشان كده بنلاقي الولد الواثق وغير الواثق، اللي بيتحمل مسؤوليه واللي ما يتحملش مسؤوليه. بنلاقي الولد في اعدادي عاوز ماما تذاكر لي، ونلاقي الولد في ابتدائي قاعد يحل واجبه. بنلاقي ولد في وسط اصدقائه بيميز ايه اللي مطلوب اعمله وايه اللي مش مطلوب اعمله. وفي اولاد بيغرقوا في اصحابهم زي ما يعملوا. الشكوى بتاعت الشارع وتاثيره والبيئه وتاثيرها، والنت وتاثيره، والمقاطع وتاثيرها، والفيس وتاثيره، كل ده مؤثر. بس امتى بيبقى زي الطوفان بياخد ابني؟ يوم ما فيش بذره حقيقيه اتحطت جواه، بذره اخلاقيه، اسلوب بنعلم اولادنا ايه. اما تتنرفز وتتعصب وانت تشد في شعرك، ابني هيعرف يحل مشاكله ازاي؟ اما ابني بيتخانق مع اخوه ويعلوا صوتهم، وبابا يخش يقول لهم انا قلت لكم ما تعلوش صوتكم، ايه اللي بتعمله ده؟ وبالتالي يوم ما اشوف ابني مش ناجح، ممكن اكون انا السبب.
ممكن أشوف ابني غير واثق، ممكن أكون أنا السبب. ما يوم ما يقولوا إن ما بيتعملش حاجة إلا أما يقول لبابا وماما وهو عنده 38-40 سنة يبقى عيب إحنا عملناه. يوم ما يكون مش ناجح احتمال نكون إحنا السبب. اوعوا تتملصوا كأب وأم وكزوج وزوجة ومفيش فصل بينهم من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه أولادنا. المرة الجاية هنتكلم على أمثلة توجع القلب عشان نشوف مدى تأثير الأب والأم بسلوكياتهم على أولادهم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.